السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم التعليمية نهج المعرفة، وفي درس جديد بالنسبة للمستوى أولى إعدادي فرنسية، الصفحة 118 والصفحة 119. اليوم غادي نشوفوا لا ليكتور ايدونتيفي ان بورتري مورال. كيف ما شفنا انه في الدرس السابق درنا لو بورتري فيزيك يعني الوصف الجسدي، دابا اليوم غادي نخدموا لو بورتري مورال يعني الوصف ديال الشخصيه، الوصف ديال المشاعر والاحاسيس اللي كتكون متعلقه بشي شخصيه. قبل ما نبداو لازم نشوفوا هاد لو دوكيمون. هاد لو دوكيمون فيه بزاف ديال الايقونات ديال لي زيكون، كل ايقونه علاش كتعبر ليا. دونك حنا غادي نشوفوهم واحده بوحده ونشرحوهم وندوزو نجاوبو على الاسئله. بالنسبه لا بروميير ايكون، هاد الايقونه الاولى اللي عندي، لاحظوا معايا الصوره، انه الصوره كتبين ليا هذيك الايقونه المشاعر ديال ولا الاحاسيس كتبان فرحانه يعني مبتهجه. دونك هنا مدام ساره ايتين فام جي، يعني مدام ساره هي واحد المراه مسروره ومبتهجه، وداك الشيء كيبان غير من الايقونه، نقدر نعرف الحاله المعبره ديال هذيك الشخصيه. بالنسبه للثانيه عندي تري سوريونس، قلنا مدام ساره ايتين فام جي يعني مدام ساره واحد المراه مسروره، اي تري سوريونس يعني فرحانه بزاف، مي بارفوا ان بو تريست اي ميلانكوليك، ولكن بعض المرات كتكون تعيسه. دو سون كوتي مسيو كاديري ريستي ايتوني، يعني من الجهه المقابله ديالها كنشوفوا انه مسيو كاديري كيبقى محتار وديما كيفكر، وهالشي اللي كيبان في هاد الايقونه هادي. علاش يكون محتار؟ كون سا فام اي ديبريم، يعني فاش تكون مرتو محبطه وتعيسه. مي بارفوا الي ان بو انيرفي ان بو ترو بوتيتر، ولكن بعض المرات تيكون معصب اكثر من اللازم. غادي نجيو للايقونات الاخرين، لو غونفون كيفي دو لوي، يعني الطفل ديالهم اللي هو فخور بهم. غيستي اسي غيست اسي ديسكري، يعني كيبقى ساكت وما كيدويش. ايتيل ان بو سولاجي كون ايل لو ليس ترونكيل، و تيكون فرحان وهادئ بزاف فاش يخليوه بوحدو. دونك هادو هما الايقونات، وكيف ما كنشوف بانه انا كيبانوا ليا تيكونوا معبرين اكثر، يعني كيقدروا يوصفوا لك الحاله ديال الشخصيه بلا انت ما تبقى كتخيل. دابا غادي ندوزو الاسئله، غادي نجيو السؤال الاول من بعد ندوزو السؤال الثاني وباقي الاسئله. دونك جولي لو دوكيمون ايكون بوي جو غوليف لو تخوا بيرسوناج سيتي، يعني غادي نقرا هاد الوثيقه اللي عندي اللي فيها هاد الايقونات، وغادي نستخرج الشخصيات الثلاثه اللي مذكورين في هاد الوثيقه. دونك الوغ بالنسبه للشخصيات الثلاثه اللي مذكورين عندي في هاد الوثيقه، اول شخصيه عندي هي مدام ساره، ثاني شخصيه سي مسيو قاديري، اي الثالث هو لوغ انفون. هادو هما لي تخوا بيرسوناج سيتي. السؤال الثاني، جو كلاس دون لو طابلو سويفون لو بورتري مورال تري دو كاركتير دو تخوا بيرسوناج، يعني هنايا كل بيرسوناج غادي نحطو في خانه من هاد ثلاثه لي بيرسوناج اللي جبدنا، وكل بيرسوناج غادي نجبد من هاد الايقونات ديالو، يعني هذا ديال لونفون ثلاثه غادي نجبد منه لي كاركتير اللي كيدلوا على الحاله ديال هذاك لو بيرسوناج. دونك الجواب هو هذا. الوغ الجواب السؤال الثاني هو هذا، بالنسبه للي بيرسوناج عندي لو بروميير بيرسوناج سي مدام ساره، كيف ما قلنا جي مسروره اولا مبتهجه، تري سوريونت فرحانه بزاف، تريست ميلانكوليك اي ديبريمي يعني تعيسه ومحبطه. هادو بالنسبه لي تري دو كاركتير اللي كانوا متعلقين بمدام ساره. بالنسبه لمسيو قاديري لي تري دو كاركتير اللي كانوا متعلقين به في هاد لي زيكون هادو، سي ايتوني قلنا محتار، ان بو ترو انيرفي واحد شويه كيتعصب اكثر من القياس. لو غونفون الطفل ديالهم كان فيه فخور، اسي ديسكري يعني كان تيبقى ساكت، ان بو سولاجي ترونكيل يعني كيبغي الهدوء وانه تيبقى بوحدو. دونك هادو هما لي تري دو كاركتير اللي متعلقين بلي بيرسوناج.
دابا غادي ندوزو الاسئله اللي كاينه في الصفحه 119. بالنسبه للسؤال الثالث تيقول لي je relève dans le document le moyen qui a permis de mettre en valeur ces traits de caractère. يعني غادي نلاحظ في هذيك الوثيقه هذه اشنا هي الوسيله اللي ساعدتنا باش اننا نتعرفوا على الانطباعات او المشاعر ديال هاد لي بيرسوناج هادو انطلاقا من هادوك الايقونات اللي استعملنا. دونك السؤال الثالث لو مويان اي لي زيكون، يعني الوسيله اللي استخدمناها هي الايقونات، هما هادو اللي استعملنا باش انا نعبروا على المشاعر ديالنا. رابعا جولي لو دوكيمون دي مانيير اكسبريسيف، يعني انني غادي نقرا هذيك الوثيقه بواحد الطريقه معبره. غادي ندوزو دابا لجو مونتخان. بالنسبه للسؤال الاول جو غولاف لي زادجكتيف ايتيليزي بور ديكريغ لي تري دو كاركتير دي 3 بيرسوناج. يعني غادي نلاحظ لي زادجكتيف، يعني هاد لي زادجكتيف عباره عن وسائل كنستعملوهم اولا دي زيكسبرسيون كنستعملوهم في الوصف اللي وصفنا بهم هاد الانطباعات ديال لي 3 بيرسوناج. دونك السؤال الاول ديال جو مونتخان دونك السؤال الاول ديال جو مونتخان هو هذا. دونك لي زادجكتيف عندي جاي سوريونت تريست ميلانكوليك ديبريمي ايتوني انيرفي فيي ديسكري سولاجي اي ترونكيل. هادو كامل راه شرحناهم بالعربيه ملي كنا كنشرحو. دونك هذا هو السؤال الاول ديال جو مونتخان. بالنسبه للسؤال الثاني لي زيكون vous paraissez plus expressif que les textes. يعني واش الايقونات كيبانوا لك انهم اكثر معبرين من النص. دونك الجواب سي وي سون بلي اكسبريسيف كو لي تيكست، يعني نعم هما معبرين اكثر من النصوص. جو غينفيستي جيكري مون بورتري مورال على مانيير دو سولوي دو لان دي 3 بيرسوناج، يعني غادي نكتب لو بورتري مورال ديالي انا بالطريقه بحال كيما كتبوه هاد لي 3 بيرسوناج. دونك في جو غينفيستي انا درت لكم جوج ديال الامثله، تقدروا تكتبوا اي واحد فيهم ولا تكتبوهم بجوج ما كاينش مشكل. دونك بالنسبه للمثال الاول جو سوي اوغو، انا فرحان. بارفوا بونسيف، بعض المرات تنكون كنفكر. مي توجور بوزيتيف، ولكن دائما تنكون ايجابي. والمثال الثاني جو سوي كالم، انا هادئ. بارفوا نيرفو، وبعض المرات كنتعصب. مي توجور موتيفي، يعني ودائما كنكون متحمس. الى هنا كينتهي الدرس ديال اليوم، كنتمنى انه يكون نال الاعجاب ديالكم. ما تنسوش انكم تشتركوا في القناه وتضغطوا على زر الاعجاب وتخليوا التعليقات ديالكم.